في لبنان اليوم واستمرار للحراك الشعبي هناك، وفي هذا الإطار نناقش بقهوة الصباح دور المصور والمواد الفيلمية في توثيق هذه التظاهرات في لبنان. عمر عمادي مصور شاب من مدينة طرابلس شمالي لبنان، عرف منذ بداية الحراك قبل نحو أسبوعين بمصور الثورة نظرا إلى دوره البارز في التقاط الصور والمقاطع المرئية، واستخدم تقنيات متعددة من بينها التصوير بالطائرات المسيرة، وتظهر الصور التي تلتقط بهذه الطائرات زوايا جديدة للمتظاهرين بما يؤدي إلى تشجيعهم على المشاركة في مثل هذا التظاهرات. من بيروت ينضم إلينا مصور الثورة عمر عمادي. عمر أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. فعليا اللي عم بيتابع مظاهرات لبنان وتحديدا طرابلس عم بيشوف صور جميلة جدا تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الشيء خلى يصير اسمك مصور الثورة، شو شعورك اليوم بهذه التسمية بالأول؟ صباح الخير هاني، يسعد صباحك نانسي. أهلا وسهلا. صباح الخير. صراحة مصور الثورة هيدا شرف ولبء كتير كبير، صدقني ما أنا إلا جندي مثلي مثل غيري. أنا بحب من هون أشكر كل زملائي مصورين الثورة كمان يلي عم بيغطوا على كافة الأراضي اللبنانية، بنوجه لهم تحية الله يعطيهم ألف عافية. وبلبنان صدقني في مصورين وأبطال الثورة كان في أكثر من مليونين شخص موجود على الأرض عم بيثبت بطريقته وعم بيساهم بطريقته الخاصة. نشكر الجميع من هون فعلا. وأيضا يعني الدور لسيما بدي أتحدث عن طرابلس اليوم التي كان هناك نوع من الصورة النمطية التي تلاحقها، والتي ربما هذه الصور قضت على هذه الصورة النمطية. هل هذا ما دفعك اليوم إلى التصوير وتنزيل هذا الكم الكبير من الصور الجميلة؟ ما هي أهدافك؟ ما الذي دفعك إلى ذلك؟ يعني صراحة ننسي الدافع اللي خلينا ننزل على الأرض، يعني نحن مواطنين لبنانيين كمان يعني، وعم نعاني من نفس المشاكل اللي عم بيعاني منها أي مواطن لبناني. ولما انطلقت الشرارة بلبنان وبطرابلس خاصة عروسة الثورة، ما لقيت حالي إلا أنه واجبي أنزل أقدم وأعطي شو ما عندي لأعكس هيدي الصورة الحقيقية صراحة عن هيدي الثورة وعن هيدا التحرك العظيم. طيب طبعا يلي ميز صورك هي طريقة التصوير المميزة، فينا نعرف السر في هذا النوع من التصوير؟ يبدو أنك تستخدم تقنيات كتير متقدمة، بتخبرنا أكثر عن هالموضوع إذا تريد. صراحة التقنيات هاني يعني أنا مثلي مثل أي مصور بتبع رولز وبتبع فريمينج معين، بس صدق كمية الناس وجمالية المدينة هي اللي عطت الصورة الحقيقية وهي اللي عطت الجمال فينا نقول. وإذا بتصدق هاني يعني أنا عم صور بالدرون مثل ما أنتم بتعرفوا، مثل ما أنكم عم بتشوفوا يعني بالصور. أنا عم صور بالدرون وعم بعمل داونلود دغري على تليفوني وعم ببعت دغري لوكالات الإعلام لنقدر نوصل صوتنا بأسرع وقت ممكن. أنتم بتعرفوا هون عامل الوقت كتير بيلعب دور فعلا، يعني من المهم جدا، وأيضا فيما يتعلق بانتشار هذه الصور على نطاق واسع وإعادة نشرها وتداولها على نطاق أوسع أيضا. اليوم بدي أسألك، معقول مثلا فكرت تتخصص بتصوير التظاهرات اليوم لسيما أنك برزت بهذا المجال؟ هلا انا بشتغل بمجال الفيلم ميكينج من فتره طويله وهيدي مهنتي الاساسيه، وانا اكزيكوتيف فيلم بروديوسر. صراحه اذا كانت مظاهره او ثوره مثل اللي عم بتصير عنا بلبنان، انا بشرفني اني اخذ هيدا الطابع واقدر وسع فيه ووصل صوت الناس اللي عم بتجرب تصرخ وتعطي كل شيء ما عندها يعني. طيب انا بشرفني صراحة. عمر اكيد انت اليوم عم بتتلقى ردود فعل من الاشخاص اللي عم بتداولوا صورك بشكل عام، اليوم كيف بيتعاطوا معك الناس وشو شعورك عندما تتلقى الرسائل من معجبي هذه الصور؟ يعني تفاعل الناس مع الصور ومع الكاميرا بالذات تفاعل ايجابي ورائع جدا. يعني هلأ الناس صارت تعرف أنه الكاميرا هي وسيلة كتير قوية لتقدر توصل المسج أو توصل الفكرة اللي هن عم بيجربوا يطرحوها.
فلذلك صراحة تجاوب الناس كان كتير إيجابي وأكثر من رائع وشي بكبر القلب عن جد. يعني ما بحياتي شعرت هيك شعور من قبل يعني بأي تصوير كنت عم صوره. عمر ما تتوقف عن أخذ الصور، يمكن لو تنتقل لمناطق لبنانية أخرى بيكون أحلى وأحلى. بدنا نشكرك حقيقة مصور الثورة عمر عمادي، كنت معنا ضيفا كريما من بيروت. شكرا جزيلا. شكرا لك عمر.